بذاك الزمان كثير من الحضار حجوا مع عيسى من جليليين اللي بيلاطوس كان قاتلهم في الشكل اللي خلط دمهم مع دم ضحاياهم. عيسى بالجواب قال: أما هل تفكرون ذا كل الجليليين اللي ابتلوا بهيج يوم كانوا مذنبين أكثر من باجي أهالي الجليل؟ أقلكم اللي مو هيج، بل لو ما تتوبون أنتم هم كلكم تهلكون. وهل تفكرون ذا كل 18 شخص اللي طاح عليهم برج سيلوآم وماتوا كانوا مخطئين أكثر من باجي ساكنين أورشليم؟ أقلكم اللي مو هيج، بل لو ما تتوبون أنتم هم كلكم تهلكون. بعدين ياب هذا المثل: فرد زلمة شتل شجرة تين ببستانة، وقت اللي راد يغص فاكهتها ما لقى شي عليها. شاقل الفلاحة 3 سنين أيي لأحوي فاكهت هاي الشجرة أما ما ألقى شي، قصها خاطر لا تتلف التراب. أما هو جاوب: يا سيدي خلي سنة أخرى هم الظل، أحفر حواليها وأنطيها سماد، لو سنت الجاية يابت فاكهة خوهيج، لو ما يابت ذاك الوقت قصها. بيوم من أيام سبت المقدس عيسى كان يعلم بفرد محل عبادة اليهود. هناك كانت مرة اللي فرد روح كانت معيبتها 18 سنة، قفاها كان منحني وبأي صورة ما كان عندها حيل توقف جد. وقت اللي عيسى شافاها رادها عنده وقال: يا مرة اتخلصي من هذا الوضع اللي معيبك. بعدين حط ايده عليها وهي بوقتها وقفت جد وحمدت الإله. أما رئيس محل عبادة اليهود من هاي اللي عيسى كان مشافيها بيوم السبت حمق وقال للناس: عندكم 6 أيام للشغل، بذنيش الأيام تعالوا واشفوا، مو بيوم السبت. الرب بالجواب قال: يا أهل الرياء، هل ولا واحد منكم بيوم السبت ما يحل ثورة لو حمارة من الحظيرة خاطر ياخذ لشرب الماي؟ كان مو كون هاي المرة اللي بنت إبراهيم والشيطان 18 سنة كان مأسرها بيوم السبت تتحرر من إسارتها؟ وقت اللي قال هاي كل مخالفين تخجلوا، أما الجمعية كلها كانت فرحانة من كل ذنيج أعمال العجيبة. بعدين عيسى قال: ملكوت الإله إش يشبه؟ بشن هو أشبهه؟ مثل حبة الخردل اللي كضاها زلمة وشتلها ببستانة، ديش الحبة خضرت وصارت شجرة بشكل اللي طيور السمائيا وبنا نعيش على فروعها. هنوب قال: بشن هو أشبه ملكوت الإله؟ مثل الخمرة اللي فرد مرة كضتها ومع 3 كيوسة طحين خلطتهن الحد اللي كل العين اختمر.